بمناسبة الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس رعية قلب يسوع الأقدس في ناعور جنوب غرب عمان، ترأس غبطة الكاردينال بيير باتيستا باتسابالا بطريرك القدس اللاتين قداساً احتفالياً دعا إليه كاهن الرعية الأب بشير بدر والراهبات والفعاليات الرعوية. وفي كلمته حيا غبطة الكاردينال الجهود التي بذلت على مدار 100 عام في البلدة والرعية كجزء من التاريخ الأردني الطويل في العيش المشترك، وقال: إن ذلك لم يكن لولا رعاية الهاشميين الذين وضعوا من اليوم الأول لتأسيس الإمارة ومن ثم المملكة نصب أعينهم أن يكون الأردن بمثابة أسرة واحدة متناغمة ومتحابة. وخلال الاحتفال ألقى كل من متصرف ناعور ورئيس البلدية والقس بشار النعمات كلمات ترحيبية تحدثوا فيها عن حالة الوئام والعيش المشترك الذي تشهده بلدة ناعور كصورة حية ومصغرة عن الأردن الكبير. وكان في استقبال غبطة الكاردينال باتسابالا لدى وصوله إلى ساحة البلدية قادماً من القدس متصرف ناعور الدكتور محمد الحسامي والبطريرك السابق فؤاد طوال والقائم بأعمال النائب البطريركي للاتين في الأردن الأب جهاد شويحات وعدد من المطارنة والكهنة والراهبات وشخصيات دينية ورسمية وشعبية.